الإعصار المداري شاهين يشارف على دخول أجواء سلطنة عمان ويؤثر لاحقا على دولة الإمارات، فما تأثيره على أجواء المملكة؟ سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل. مع سعادتي، مساء يوم السبت، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تزايد تأثيرات الحالة المدارية لإعصار شاهين على أجزاء مختلفة من سلطنة عمان، ومتوقع لاحقا خلال ساعات نهار يوم الأحد وفي وقت لاحق من ليلة الأحد على الاثنين أن يدخل هذا الإعصار نحو المنطقة الشرقية لسلطنة عمان، ولاحقا يتجه إلى أجزاء من دولة الإمارات، في حين أن باقي مناطق هناك تشهد أجواء تقريبا مستقرة تماما، لا يتوقع أن يكون هناك أي تأثيرات مباشرة لهذه الحالة المدارية على أجواء المملكة خلال 72 ساعة المقبلة. تبقى فرص الأمطار الرعدية واردة خلال ساعات مساء يوم الأحد فوق جبال جنوب غرب المملكة، بعض منها يكون غزير بما يكفي لتجري به الأودية وتتشكل السيول فوق المنحدرات فوق جبال جنوب غرب المملكة مع ساعات مساء يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. تبقى فرص الأمطار أيضا قائمة خلال مساء يوم الاثنين. توقعات الأحوال الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض، وتوقع أن تستقر درجات الحرارة العظمى عند 39 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء تكون يعني غالبا مشمسة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة أحيانا، في ساعات الليل تكون ما بين 25 و27 درجة مئوية. هذه الليلة أيضا الأجواء تكون إجمالا معتدلة مع ظهور لبعض السحب والغيوم، ودرجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 26 درجة مئوية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها شمالا من سكاكا 37 إلى 22، في عرعر من 38 إلى 21، وفي تبوك من 35 إلى 21 درجة مئوية. في مكة المكرمة من 40 إلى 28، في جدة من 33 إلى 28، وفي المدينة المنورة من 41 إلى 27 درجة مئوية، وفي الطائف من 31 إلى 22 درجة مئوية. أمطار رعدية مرتقبة غدا في أجزاء مختلفة من جبال جنوب غرب المملكة وربما بعض المناطق الساحلية، الباحة من 27 إلى 17، 29 إلى 15 في أبها، و36 إلى 26 في جازان. انتقالا من المنطقة الشرقية في الإحساء من 41 إلى 23، في الدمام من 38 إلى 25، وفي حفر الباطن من 42 إلى 26 درجة مئوية. وختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض من 39 إلى 26، في بريدة من 39 إلى 23، وفي حائل من 38 إلى 20 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.